هما اللي بيتسببوا في ازمات بتحصل كل يوم وفي كل شارع وفي كل حاره، وهم برضو اللي بيبقوا ظاهرين لك في التلفزيون ان هم طرح جنه وطردوا العشرة مبشرين من الجنه وبيحلوا محلهم. اخواتي انا مش بتاع سلاسل حلقات كتيره، بس جات لي صفقه نتكلم فيها عن شخصيات كتيره عظيمه مؤثره في السينما المصريه. اعزائي عليكم اقول لا، واول دور هيجي على شخصيه كتبت بايدين وحيد حامد، اخرجها المبدع شريف عرفه، اداها الزعيم عادل امام. انا حسن بهنسي بهلول. يكفي الثلاثي ده بس لوحده انه يكون اثبات ان الشخصيه دي عظيمه خلقه، والعظمه اللي هنتكلم عنها في السلسله دي مش عشان انا شايف ان الشخصيه عظيمه فبالتالي انا باكلك من المعلقه بتاعتي. الشخصيات اللي هنتكلم عنها في السلسلة دي بالذات عظيمة قبل أي شيء، سواء في دوافعها أو تصرفاتها أو أهدافها أو الفيلم نفسه، وتحديدا الشخصية دي بنقول إنها عظيمة عشان هي كانت عظيمة في عين الكاتب وحيد حامد والمخرج شريف عرفة قبل ما تكون عظيمة في عين أي مشاهد هيشوف الفيلم ده أو الأفلام اللي هنتكلم عنها بعد كده. وشخصية حسن بهلول تحديدا كانت عظيمة لدرجة إن هم كانوا بيصوروها إن هي بتحلم، لكن في الحقيقة حسن بهلول ما كانش بيحلم، ده صناع الفيلم نفسه هم اللي كانوا بيحلموا يشوفوا السوبر المهمش اللي بيرجح كفة الحق عن الباطل، الخير عن الشر، الجمال عن السوء. عشان كده التهمة في الفيلم او الكذبة اللي خلقها حسن عشان يضحك على الحكومة او امن الدولة او الكبار كلهم انه كان بيحلم، عشان يقول لهم الحقيقة والجرائم اللي هتحصل ومنها ما يضرش صاحبه اللي بيتصنط على التليفونات. ده لازم كان يلجأ لحيلة الحلم، هو مش بيحلم ولكنه كان بيحلم، كان بيحلم بحياة غير الحياة، حياة بيسود على الحب والخير واللفلفة والعدل وسيادة القانون والمواطنة الطبيعية، عادي زيه زي اي بني ادم. وعشان يكشت الأحلام الوردية دي فكان لازم الفيلم يبقى في قالب فانتازي، يبقى في قالب خيالي، هو مفيش حد عاقل كان أو مجنون هيعمل ربع اللي بيعمله حسن بهلول، مفيش حد من بلاء هيكلم أمن الدولة كده، لا وكمان هيتشرط عليهم إنه يتواصل مع رتبة تقيلة في قلب الجهاز إلا لما يكون قلب ميت، يكون بايع القضية، ودي ميزة من ضمن ميزات شخصية حسن، القلب الميت، شخصية مكتوبة كما قال الكتاب، هو من حقه إنه يتواصل مع أيا كان لأن القانون بيكفل له كده، وعشان كده وحيد حامد كان متسلطن وهو بيكتب شخصية زي دي، هو كان كاتب شخصية بيحلم هو نفسه انه يشوفها، عايز يحس ان اللي هيكتبه ده وهيتعرض في السينما انه ممكن يتشاف في الحقيقه ويبقى واقع وملموس، عشان كده كتبها بكل حب. نخش في الموضوع، نخش فيه. حسن بهنسي بهلول، المهنه عاطل عن العمل، المؤهل بكالوريوس تجاره، الصفات ارجل واجدع واشهم من احمد السقا، عشان كده فدى ابوه واتحبس في قضيه تسعيره حلاقه بدل ابوه للتمويل لفقوا له تهمه في المحل. بس مع كل ده ومع كل فانتازيه الفيلم انت شايف شخص حقيقي ومش حقيقي في نفس الوقت، شخص مش ملاك بس ما تقدرش تقول عليه شطار، تقدر تقول كده شخصيه اتكتبت بتجلي. مفيش وصف غير ان وحيد حامد كان في كامل مشوته وانبساطه وهو بيكتب حدوته زي دي، حدوته بطنها ما وروش شغل ولا مشغله، ولو حبيت تقول عليه سلبي ما يضرش، بدليل انه رافض يشتغل ووقف عند نقطه معينه، معدي ال 30 وحياته بتتسرسب منه وتحسه فاقد الامل حتى في عيشته وخطيبته اللي معلقها معاه ومستقبله مسوى مش واضح، لكن النور اللي بيجي في اخر النفق اللي بيحسس حسن انه ايجابي انه يقدر يعدل كفه بلده المايله، بانه حب يكون شغلته المعنويه انه ينقذ بلده ويلعب مع الكبار، الكبار اللي ظاهرين ليك زي امن الدوله وكمان اللي مش ظاهرين ليك زي اللي بيحكموا وبيفسدوا في الدوله. ولكن القصه هنا ان اللي بيعمله حسن غير شرعي، وهو ان صديقه اللي بيشتغل في السنترال بيتصنط له في تليفونات امه لا اله الا الله من المفسدين في الارض اللي بيخربوا البلد ولابسين ثوب الوطنيه على اللي جابونا، فحسن تملي بيبلغ عنهم لامن الدوله. خلاص كده بنيف الفيلم خلص، نركز بقى على حسن تطوراته وازاي الشخصيه دي عظيمه وليه صناع الفيلم بيحبوه قبل ما ينفذوه. حسن زي ما قلنا مرتين اتكتب بروقان، اتكتب عشان وحيد حامد وشريف عرفه يخلقوا رمز وسوبر هيرو من غير اندر وير يتلبس فوق بدله ولا محتاجين حتى نفصل بدله حديد، هو انسان طبيعي بيحلم ان بلده تبقى بلد كويسه وخلاص، ومش بس تبقى كويسه لا، وحيد حامد عايز حسن يحس بشخصيته بسيادته، انت السيد في بلدك، انت مش مجرد رقم من وسط ملايين كتير. عشان كده حسن بيطلب يكلم عظمه تقيله في جهاز امن الدوله وبيتنزح قوي على اللي بيرد عليه، هي مخدرات ومورفين بيسكنونا بيها في الفيلم كده كده احنا عارفين، واي حد من طبقه حسن بيترب لما بيشوف امين شرطه كده كده، بس سيبونا ناخد حقنا في السينما يا اخي، سيبونا ننتشي بالمخدرات الحلال. عشان كده برضو لما اللي كان جاي يخطب هناء الاكس او البيت الوقف اللي متسبب في عطلان حسن كان جاي يخطبها وهو متريش راكب زلموكه بحلقه، الزلموكه دي كان اللي يركبها قيمه وقامه وقتها مش اي حد كده يعني، عشان كده حسن بيقف فوق العربيه وبيرقص عليها. صناع الفيلم بينصفوا المهمش على الغني اللي معاه فلوس، بيخلقوا منه بطل شعبي، ومن كتر حب النموذج ده من صناعه فيه حبوا يديله قيمته، يصنعوا له هاله من اهل الحاره بتسقفهم تشجيعا ليه،
عايزين يرجحوا كفته وينصف المهمش عن المرتاح حتى لو سرقه كده خلصه من الزمن في فيلم مدته ساعه ونص ساعتين. بس مش ده اكيد السبب اللي بيخلي الشخصيه دي عظيمه. اهم سبب في كل الحكايات والحواديت دي ان الشخصيه دي حقيقيه، حقيقيه لدرجه انك لو اديت لنفسك فرصه تحب الفيلم هتحس انك عايز تكون مكان حسن في وقت من الاوقات. محرك الاحداث بيحرك بلد بحالها، بيحير في امره لواءات وشنبات ورتب، في نفس الوقت هو عادي شبهك وابسط من البساطه. ومع كل ده ومع ان صناع الفيلم بيحلموا يشوفوا حسن في الحقيقه، الا انه ما تصورش انه بجناحات بترفرف او انه الملاك البريء ابو قلب طيب قوي. وعشان نثبت ان الشخصيه دي هي شخصيه عاديه بتصيب وتخطئ، بتعمل صح وبتعمل غلط، لما حسن اتصور وهو بيمارس البغبغاء في مكتب المقدم معتصم في قلب امن الدوله بعد ما حلم حسن اتنفذ والمصنع اتحرق، المقدم وضباط امن الدوله شكوا في امر حسن. يعني ايه واحد بيقول انه بيحلم؟ ازاي يعني؟ فعشان كده بيجيبوا الشيخ والشيخ يوضح لهم الفرق بين الرؤيه والحلم. الرؤى لله سبحانه وتعالى يختص بها الانبياء وعباد الصالحين، اما الحلم فهو من فعل الشيطان الرجيم. وطبعا حسن مش من ضمن عباد الله الصالحين، اذ ربنا اداهم شفافيه عشان يتنبؤوا باحداث. هو ده مربط الفرس، هو ده اللي عايز يقوله الفيلم. الفيلم ما جابلكش الشيخ عشان يفتلك بمدى سوء او حسن طباع حسن، لا، الفيلم عايز يقول لك ان حسن بني ادم طبيعي عنده عيوبه قبل مميزاته، وان عشان تبقى وطني او عشان تكون نبيل على اسم ابويا او عشان تكون شريف مش شرط تكون لابس البدله المرصعه بكام زرار من الالماس او في ايدك شنطه سمسونايت فيها ورق بيثبت مدى اخلاصك للدوله اللي انت مكلف بحمايتها. وبالتاكيد هتبقى لابس ساعه بالاف الدولارات معموله لك انت مخصوص، وفي دراعاتك جناحات بترفرف، ولا تكون الشخص البار في كل حاجه في حياته وماشي مستقيم. لا، دي مثاليه زيفه تعبنا منها والله وتكرعناها في مسلسلات وافلام اخر 5 سنين. زي ما كل الوطنيين اللي فضحهم حسن واللي متحكمين في كل فصائل الدوله هم نفسهم بيتصورون على ان كل نفر فيهم هو المسيح المخلص، المهدي المنتظر اللي كلنا مستنيينه. وحيد حامد وشريف عرفه رسموا شخصيه حقيقيه، شخصيه بتعمل الغلط قبل الصح، شخصيه نفسها عندها سلبيات ومشاكل كتيره في حياتها وعدم استقرار وعدم ادراك للمستقبل. وبالمناسبه بس بريك بسيط كده، مشهد حسن في امن الدوله ده يكاد يكون بالنسبه لك فانتازي، ولكنه مش فانتازي او خيالي، بالعكس ده مشهد عبثي. عارف ليه عبثي؟ عشان وحيد حامد وهو بيكتب المشهد ده استشهد بحد عمل علاقه كامله قبل كده فعلا في سجن من السجون المصريه. هذا المشهد استوحيته من واقعه حقيقيه حدثت في سجن في احد السجون المصريه، عندما ذهب احدى زوجات، ما مش قادر اقول يعني، احد الزعماء في الجامعه الحرب الاميه. نرجع لمرجوعنا، ولكن مع كل ده، مع كل المشاكل اللي في شخصيه حسن دي، فحسن انضف من اي حد بيدعي في لقاء تلفزيوني انه وطني وشريف وعيونه سايره في خدمه الوطن اللي ربنا بذاته الالهيه مكلفه بحمايه الوطن الضايع ده. حسن مكلف نفسه بحمايه الوطن ده لانه واحد من الوطن ده، او خلينا نكون محددين، هو اول واحد هو وطبقته على راس سنسور الخازوق اللي بيحس بازمات الوطن ده. عشان كده في اول عمليه تصنت بيبلغ بيها امن الدوله وبيساله الضابط معتصم عن ايه سبب بلاغه عن المصنع اللي هيتحرق، فرد كده: مصلحتي ايه؟ لما المصنع هيتحرق عدد العاطلين اللي زي حزيت 40 50 مليون جنيه هتاكلهم النار. شوف بقى المبلغ ده يفتح كام بيت والمده قد ايه. حسن مش عايز يشوف ناس هتتحطم زيه وزي احلامه اللي اكيد كانت عنده، لانه واحد متخرج ببكالوريوس تجاره مش رمى التعليم مثلا على جنب، ناس هتتبهدل زيه، ناس هتبقى عواطليه زيه. وفي تاني عمليه حسن بيبلغ عنها بتشوف يعني ايه وطن في عيون حسن، في عيوني وعيونك انت. لما عمليه استهداف اللاجئ السياسي كانت خلاص هتتم على ايد اللي بيخربوا البلد، حسن ما كانش همه القضيه اللي كان بيبلغ عنها اصلا. بنشوف في الشوط ده اطياف المجتمع المصري كله، كل مواطن فينا ملهي في العهده بتاعته او مسؤوليته. البياع بيدور على حق تمن الساعة بتاع اكل عيشه، حضرة الصول عايز المسدس العهدة بتاعته، الظابط بيتمم على اللاجئ السياسي اللي هيبقى قضيته، انما حسن فبيدور على حاجة تانية خالص. بيسجل بيسجل حق الساعة اللاجئ السياسي. حسن كان كل همه في الاطفال اللي تحديدا راجعين من المدرسه، واللي ممكن لما يكبروا وهم بيشوفوا حادث زي اللي بيحصل ده يا اما هيبقوا زي حسن العواطلي، او يا اما التروما والاكشن والحركات هتخلق عندهم دوافع غريبه عدوانيه، بما انهم اطفال وبيشوفوا حادث لايف زي ده، ده لو ما كانوش ماتوا طبعا. هي دي البلد في عيون حسن، هو ده الواجب اللي حسن عايز يعمله عشان يحمي بلده. وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ في الواقع اجهزه الامن كانت بترصد تحركات المجرمين من شهور عديده، وحسب تعليمات السيد الوزير والسادة مساعد الوزير كنا بنتتبع خطواتهم اول باول، كنا حاطينهم تحت عينينا، بس هما ما كانوش دارين ولا عارفين. حبينا نقبض عليهم متلبسين علشان ما حدش يقول ان احنا بنلفق قضايا. يبقى هو ده رد الجميل لحسن، بتبقى هي دي الصورة اللي بتصورها البلد العميقة اللي عارفة دبة النملة قبل ما تدبها. بيتخدع حسن في ان واجبه اللي عمله تم سرقته واختلاسه، مع كل ده بيكون رد حسن ايه؟ فاشل يا حلو. مفيش قاتل عدد مش مهم كان بيدارس
مش مهم، مش مهم مع مزيكة مودي الإمام اللي بتحسسك إنه بجد مش مهم، مش لازم اسمي يتجاب في القضايا اللي بحمي بلدي عشانها، المهم هو الانتصار اللي أنت حسيته في المزيكة، النشوة اللي حسست حسن إنه فاد بلده وقضى على اللي عايزين يخربوها حتى لو عايزين ينسبوا الفضل ده لنفسهم مش ليا. وبعد كل ده برضه حسن بيتنكل بيه من الضابط أسيوطي اللي مهتم جدا زي كل الناس في كويتو يعرف حكاية الأحلام اللي حسن بيدعي إنه بيحلمها بوقوع المصايب اللي بالفعل بتحصل، وما مركزوش على المصايب اللي بتحصل، ولا حاولوا حتى يربطوا الأحداث مع بعض ويعرفوا منها الجهة المختصة اللي المفروض بتدوحر عشان توقع البلد. هم اهتموا بحسن اللي بيقول الاخبار دي زي المثل اللي بيقول لك ما تشطرش على الحمار جه يتشطر على البردعة. مع كل ده وحيد حامد وشريف عرفة بينصفوا حسن للمرة التالتة بانه يبقى ليه اختيار انه يترشم دماغ الضابط الاسيوطي، يحسسوه بقوته انه فعلا قادر ياخد قرار، قادر يحس بنشوة الانتصار على الشخص اللي نكل بيا من كام يوم، ومع ذلك بيحاولوا ان هم يجندوا حسن انه يشتغل لصالحهم. ايه رايك يا حسن بدل عادتك ما تيجي تشتغل معانا مرشد؟ يعني حاجه زي كده سياده المقدم على عين البلد عشان الحكومة. هو ده مبدأ حسن، هو ده هدف حسن، انه مش ينتمي ليهم عشان يكون منهم، المفروض بالنسبة له اي حاجة غلط اي حد المفروض انه له سلطة انه يساعد يحلها، وهو ده مربط الفرس. ازاي الحكومة كانت شايفة حسن وازاي حسن شايف الحكومة؟ الحكومة شايفة انه لازم عشان تبقى مننا تنضم لنا، تبقى في فريقنا احنا، تنضم لمستقبل الوطن اللي احنا بس شايفينه، احنا بس اللي عارفينه، عشان تبقى وطني زينا. عشان كده برضو حسن في البداية خالص كان بيقول لهم مزعل حزب الاغلبية في حاجة زي بالظبط حلقة كنا عملناها عن شخصية نجيبة متولي الخولي. مش عشان ارتقي بالمستوى التعليمي للاولاد اتدنى في المستوى الاخلاقي والسياسي، احنا لازم نربي اولادنا ليه عشان في الاخر يبقوا حزب وطني. وقلنا فيها حاجه مهمه ان النظام التعليمي والاجتماعي والسياسي المتاخر بيخلق دايما طرف واحد فقط، طرف ارهابي متطرف زي شخصيه نجيبه اللي تعلمها كله كان قايم على كده عشان هي اكلت بمعلقه غيرها واضطرت تمشي في الحفظ والدش من الكتب اللي بيمنعوا اي ابداع. على النقيض كان في حاجه اسمها تشيلدرنز بارلمنت، برلمان الاطفال اللي بيتعمل للاطفال بره في بريطانيا وحتى باكستان عشان محدش يقول اني بتمحك في الخواجر وعين زرقاء في فتره الطفوله في مدارسهم لحد ما بيكبروا عشان يفهموا يعني ايه سياسه، يكون لهم حريه راي وتعبير، يفهموا يعني ايه دوله ويعني ايه نظام حكم، يبقى ليهم الحق لما يكبروا ان هم يكونوا قاده ويدبوا صابعهم في ادخن تخين يتجرا على اي قانون وما يركبش عليهم من الاخر. يعني فكره البرلمان ان هي بتخلي الانسان ليه صوته الحر يضغط على الحكومه حاجات كتيره، بس فيما معناه العضو البرلماني ده حريته جايه من حريه الناخبين اللي بيدوا له صوتهم. ولكن نتاج كل ده كان ايه؟ نتاج كل العك انضم لعشيره الحراميه حرامي على نياته زي شخصيه نائب مجلس الشعب اللي تورط في تهريب المخدرات من بره لمصر عشان كده كده مش هيتفهم عشان عنده حصانة. ولكن حسن عشان مرسوم بحلم زي ما اتفقنا آلاف المرات فصاحبه بيسمع في التليفون عن قضية التهريب اللي حتم وهيبلغ عنها حسن للضابط معتصم، وساعتها بنفهم اكتر واكتر 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 مبدأ ومنطق حسن لان دي قضية مخدرات ومش من ضمن اختصاص امن الدولة اللي حسن رايح لهم. حتى لو مسكناه مفيش اي قضية يهمك تعمل قضية ولا يهمك تمنع خطر الاثنين، وزوجة أخرى سمحتش إلا بواحدة بس، تبقى واحدة. استنى سيادتك يلا. هو ده منطق حسن، هو ده مبدأ حسن، هو عايز يلعب الكبار تحت أي بند هيخربوا بيه البلد، تحت أي ظرف. ولو خدت بالك هنا إن الكبار عملوا ثلاث جرائم من ثلاث أنواع مختلفة، مرة تهريب مخدرات، مرة قتل واجئ سياسي عشان كل الجهات تقول إن مصر ما فيهاش استقرار، مرة حرقوا مصنع عشان يشربوا عمال ومستثمر تاني يجي ياخد ويبيع صفقة بلاستيك بدل المصنع ده ما كان مضايقها عليه، وفي الآخر هل أنت عرفت مين هم الكبار؟ الكبار هم المزارين، هم اللي حاكمين بس مش باينين في الصورة، هم اللي بيتسببوا في ازمات بتحصل كل يوم وفي كل شارع وفي كل حارة، وهم برضو اللي بيبقوا ظاهرين لك في التلفزيون ان هم طرح جنة وطردوا العشرة مبشرين من الجنة وبيحلوا محلهم. عشان كده انت ما كانش لازم تشوفهم في الفيلم، هو بس يكفي ان شريف عرفة هيحط لك صوت غراب لما يتكلموا مع بعض بعد ما نائب المجلس اللي عينوه سره يتكشف. كان لازم ينجح على قائم المعارضة عشان لما تحصل مصيبة زي اللي حصلت له نقول ده من تدبير الحكومة. المهم ان هو في موقف صعب جدا، ويعني احنا اللي مش في موقف صعب. عشان صوت الغراب في الموروثات بالنسبة بعيدا عن انه نزيل شؤم فهو كاشف الاشرار، بيقدر يكتشف الاشخاص السيئه وعمره ما هينساهم. ومع ذلك الاشخاص السيئه او الكبار لما بيتخلصوا من حلم حسن اللي كان متمثل في صاحبه اللي بيتسمط عليهم ومنغص عيشتهم برضه انت ما شفتهمش. ولما جه المقدم معتصم الالفي عشان يحمي حسن وصاحبه ويفرغ عليهم خزن ومسدسات الداخليه كلها برضه انت ما شفتهمش، برضه انت ما عرفتهمش. مواجهه مع عدو غير مرئي مش ظاهر، مش بس عشان العدو ده مش ظاهر وهو سبب كل حاجه وحشه، ولكن عشان العدو ده وجوده في القصه دي تايمليس، من قصه وحدوته اتعملت من 40 و30 سنه، الا ان الصناع بيقولوا لك ان هي ممكن تحصل النهارده وهتحصل بكره وهتحصل بعده، واللي عليك او اللي عندك او اللي كان عند حسن هو كلمه او فعل واحد بس انت تقدر ان انت تملكه. انا احلام
هيفضل حسن جوانا كلنا بيحلم انه يواجه العدو للغراب لما بيشوفه بيعوي. هيفضل حسن يحلم انه يعيش سيد في وطنه والبين قوسين سيد. هيفضل حسن برضه بيحلم انه يطهر اللي بيحصل في بلده ايا كان تخص المساله ولا ما تخصش، بس عشان حسن بيحلم انه يعيش امن من غير اعداء غير مرئيين ولكنهم ظاهرين. وعشان كده برضه صوت رصاص الضابط الالفي مع صوت حلم حسن فضل مكمل في الاوترو وما خلصش. حلم عمره ما هيخلص، حلم حلم بيه صناع الفيلم يمكن في يوم يتحقق، بكره بعده في اي وقت، بس كان حلمهم انه يتحقق. فضل في الاوترو صوت حسن بهلول اللي كان بيحلم وصاحبه صوت رصاص المقدم الالفي اللي مش هيفضل ومش هيبقى غير بحلم حسن واللي زيه. وزي ما قال بهجعين الشعب اللي مصيره في ايده، هو الفارس هو الحارس والاحلام مش عاوزه فوارس، الاحلام بحسن بهلول تتحقق. هو بارود رصاص، هو الصباع اللي بيدوس على زنات سلاح، هو الطرف الأهم في المعادلة اللي هتقضي على الفساد، هو اللي صوت سلاح المقدم الألفي مش هيضرب ولا هياخد أمر بالضرب غير بعد أمر أو حلم حسن وأنا وأنت وإحنا كلنا، مش المقدم الألفي نفسه أو أي حد مكلفه يديله أمر عشان يحقق الحلم بإنه يقضي على أي فساد معين. وعشان كده شخصية حسن بهلول كانت عظيمة بكل تفاصيلها، وأنت أعظم عشان اتفرجت على الحلقة دي من أولها لآخرها. ابقى قول لي بقى مين في نظرك تاني شخصية عظيمة في السينما المصرية حابين نديها حقها، ويلا سلام عليكم. انا احلى احلى احلى